السلام عليكم جميعا، كيف اموركم؟ ان شاء الله تمام. اليوم رجعنا لكم يا اخوان من جديد، وبهذا الفيديو راح نشتري صندوق التجميع وراح نشوف شو هاي العصا يا اخوان الجديدة كمان، ونحاول ان نرقي هاي العصا ونشوف الوضع كيف. كمان اشتريت قبل يا اخوان 15 ضربة على طاولة الجولدن شوت. خلينا نشوف وين الصندوق. هذا الكاش قدم كمان لنشوف هاي العروض الموجودة بالوقت الحالي. هذا صندوق، هذا الصندوق يا اخوان، طبعا هن ثلاث صناديق، ولكن هذا صندوق الجامع هو افضل صندوق بين الصناديق. طبعا قيمته 15 دولار داخل هاي اللعبة، بيعطينا 15 قطعة لهاي العصا متجر الكريستماس الكريسماس الكريسماس اي نعم. طبعا متجر المحترفين لهاي العصا. وبالنسبة لنقاط الفي اي بي، حسب الفي اي بي تبع حسابك يا اخوان تمام. اما سعر الصندوق موحد بشكل عام. خلينا نشتري هذا الصندوق ونشوف هاي العصا يا اخوان نرقيها. فيا اخوان بالله عليكم لا تنسون من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على الكل يصلكم كل شيء جديد بالايام القادمة. هنا اعطونا 15 قطعة للعصا، وكمان صندوقين 22400 للفي اي بي. طبعا مثل ما قلت لكم الفي اي بي تبع الحساب، حسب حسابك، من حساب لحساب بيفرق النقاط. هاي العصا اعطونا منها قطعة قطعتين، هاي كمان اللي بعدها. حلو، هاي اخذنا لها ترقية. صندوق الجامع يا اخوان او صندوق التجميع بشكل عام هو يفتح جميع العصايات اللي مين موجودة عندك، وبنفس الوقت بنفس الوقت بيرفع لك الكيو باور. اكثر صندوق بيرفع لك الكيو باور بشكل سريع جدا تمام. يعني اللي بده يرفع الكيو باور حصر. حلو والله، افتحي يا الله. بقى منها قطعة واحدة بس، وهاي كمان بقى منها قطعة واحدة، وهاي لسه بدها ترقية كمان. شكرا يا اخوان، شكرا لدعمكم لي بالفيديوهات السابقة. والله انتم كفو، وربي يسعدكم ويسعد حبايبكم جميعا، والله يوفقكم ان شاء الله. وان شاء الله يا اخوان كل هذا الدعم يكون ميزان حسناتكم. شكرا من كل القلب، الله يحفظكم ويسعد حبايبكم. طيب هنا خلصنا من الصندوقين، خلينا نرجع كمان نشتري صندوق اخر على نفس هذا الصناديق. خلينا نضغط، ايوه هذا المكافآت اليومية، هذا الصندوق. نعطي اوكي ونقول يا رب خلي يشتري كمان الصندوق الاخر. نفس النمط اللي بالصندوق الاول تمام. خلينا نفتح الصندوق كمان لنشوف كمان شو بيعطينا. ايوه افتحي كمان نفس العرض، الصندوق الاول، الصندوق الاول فقط عصا واحدة قطعة منها، والصندوق الثاني كمان بقى من العصا الثانية قطعة واحدة. ما تفتح ولا عصا يعني جديدة. هو تقريبا يعني عندي العصايات شبه خلصات، بقى عندي كم عصا ما فتحت، ولا انه اشتريت قبل هالمرة عروض كثير انتم شفتوهن يجوز بالفيديوهات القديمة السابقة. هاي اخذنا لها ترقية خلاص. احنا خلينا نشوف هاي العصا شو وضعها. اذا احد اشترى منكم يا اخوان عدة صناديق من هذولا ومكس هاي العصا، يا ريت اكتب لي بالتعليقات كم صندوق حتى تصير العصا اللي في المكس تمام. خلينا نفوتين على الصناديق لنشوف كمان الصناديق، عفوا على العصا اي صناديق. هاي العصا يا اخوان اذا احد منكم مكسها، يا ريت تكتب لنا بالتعليقات كم صندوق اشتريت تمام. عفوا، هنا عندنا صارت لفل اثنين تعطينا قطعتين، حلو جدا. بعدها طبعا انا اشتريت عرضين صندوق التجميع، واشتريت عرض طاولة الجولدن شوت اللي هي 15 ضربة. راح نلعب نفس العصا هسه بعد شوي يا اخوان، بعد ما اخذ الترقيات للعصايات اللي رقيناهن ضمن هذه. وين صارت عندنا؟
كمان ليفل 5 حلوة يعني، والله عم تتقدم العصا يعني. وكمان هاي ترقية أخرى حلو، صارت عندنا ليفل 6 يعني تقريبا نص العصا رقينا، أو لسه شيء بسيط يعني نص تقريبا. يعني تعتقدون أنتو كم صندوق بقى حتى تصير ليفل ماكس؟ خلنا نأخذ الترقية للعصا الثانية، هاي كمان بقى لها ترقية واحدة يعني 20 قطعة وتصير معنا كمان ليفل ماكس. طيب بعدين المكسة هاي ما بمشكلة يعني، هي راح تتمكس لوحدها. هذن العصايات يخوان، هاي العصا والعصا اللي تحتها تمام، حلوات كثير هذن باللعبة حلوات، وكمان يصير ليفل ماكس مع الأيام راح نمكسن إن شاء الله. ولكن أنا ما بدي مباشرة أنهي كل هذا الموضوع وأمكس عصايات بفيديو واحد، لا نخليهن مع الأيام، بلكي تنزل أمور جديدة، بلكي تحديثات جديدة. أنا هيك تفكيري يعني، ما أعرف أنتو شو رأيكم، أنتو اللي عنده فكرة جديدة يا ريت يكتبنا بالتعليقات. بعد هالعصا هاي الأخرى كمان إلها ترقية واحدة، تصير عندنا ليفل 5. طبعا عم تشوفون هاي تعطينا 110 نقاط للكيوبور مثل انتو شايفين، وهاي العصا الأخرى بتعطينا 125. 125 نعم 125 للكيو باور. العصا الأخيرة 75 نقطة اللي هي الكيو باور، كمان بناخذ ترقية واحدة لإله. نعطي رجوع وهيك احنا خلصنا منهن، ضمن هذين الصندوقين يعني. عصا صارت حلوة، ما أعرف يعني هي ضعيفة صح، بس ولكن تتمكس، بس ما أعرف كم صندوق. طيب خلينا نفوت يا اخوان على طاولة الجولدن شوت، عندنا 15 ضربة على هاي الطاولة. خلينا نجرب نفس العصا وندخل ونقول يا رب تمام. خلينا نركز عليها، نسحب العصا، اهم شيء نركز على مستوى يلي يكون جاي بي. روح 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 روح، حلو. المهم انه ما خسرنا لانه لسه ما نعرف اداء هاي العصا او قوتها. بعد الضربة الاخرى انا دائما وقت العب على طاولة الجولدن شوت بجي مع اتجاه المؤشر، روحي على الوسط على الوسط على الدائرة الصفر، والله على الدائرة الصفر ولعينكم حبايب القلب، ربي يسعدكم جميعا. وهنا اخذنا الميت كاش. بعد الضربة الاخرى كمان نرجع، بس نرجع نسحبها نفس السحبة، لازم نفس المكان تيجي معي. روحي والله نفس المكان، والله لحباب القلب. لايك لايك للفيديو بالله عليكم يا أخي، لحباب القلب ربي يسعدكم، والفيديوهات مستمرة يوميا بإذن الله تعالى. بعدها نعطيها كمان الضربة الأخرى، خلص نفس المكان نفس المكان، والله كفو. ناخذ 75 وهيك احنا خلصنا يا اخوان من الأربعة تمام. خلنا نشوف الضربة يلي بعدها واتجاهها، هيك اتجاه المؤشر نسحبها على الوسط بين الخطين 100%. لازم أنزل المؤشر شيء بسيط وقوة ضربة أكثر تيجي معي، لازم بالدائرة الصفر. نحط المؤشر هيك جاية، المؤشر اتجاه الدائرة، نسحب نقوي شوي، روحي بس 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 بس. وين وين هذا طالع؟ يا حرام ضيعناها الضربة، احنا قوينا تن وصل الدائرة الصفر، خلنا نضعف خلنا نضعف شوي، خلص روح. اوه علينا، طيب طيب ما في مشكلة، خليني هالمرة كمان اركز عليها
نركز يا اخوان. هاي واحنا ركزنا على اليوم احنا مركزين. هالمرة اللي اجيبها بالدائرة الصفر. مسحبها يلا. فوق الخط بسيط. روح بس 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 بس. كلكم بالدائرة الصفر يعني ما في مجال خلاص. ظلت عندنا الضربة الأخيرة. حرام ضيعت ضربتين والله حرام حرام. حرام جدا يعني. ولكن لسه لأنه العصا ضعيفة. أنا دائما دائما بلعب عصايات تكون يا مكس أو تكون قوية. وهاي خلصنا منها. ولا مثل هذول الضربتين مستحيل يضيعن معاي مستحيل. طيب هاي الضربة سهلة هاي مش قوية. أقصد مش صعبة يعني. والله قلت على 60 أنا توقعت أنها تيجي معاي على 60 كاش. عسى من الله ما نخطأ كمان. روحي 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 روحي. حلو وهاي 60 كاش جبناها. ممتاز. بعدها عندنا الضربة الأخرى. الدائرة الصفراء أهم شيء هي الدائرة الصفراء. الدائرة الصفر على الدائرة الصفر. فوتي فوتي. هاي الضربة بحظكم. هاي الضربة الجاية هاي بحظكم انتو. انتو 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 يا متابعين يا اخواني يا حبايب القلب. هاي بحظكم. خلص نسحب العصا. حظكم حظ. والله كفو عليكم وربي. قسم بالله أنا قلت خلص ما جاية لأنه صارت ضعيفة فعلا. الضربة صارت ضعيفة يعني. طيب ضربة الأخرى ظل عندنا ضربة واحدة. هاي بحظي يعني بحظي يعني حظي يعني. تمام ما راح لا ميل التلفون ولا راح أسوي خليها على وضعها ونقول يا رب. روحي. حلو جميل والله. 60 أفضل من ما تكون تيجي على الكوينز يعني على 75 أو 50 يعني أفضل صح؟ هيك خلصنا الضربات يا إخوان. مثل ما أنتم شايفين 15 ضربة. وبتمنى هذا الفيديو يعجبكم. وإن عجبكم يا إخوان لا تنسوا لا عفوا يلا أخطاء وعثرات معاش. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على كل يصلكم كل شيء جديد. كان معكم أخوكم أبو فيصل من سوريا.